إذا اليوم رح نكمل بأثر load changes على synchronous mode. هلا رح نطلع هون عندي بهذا السيستم، هاي عندي V5 اللي هو terminal voltage تبع synchronous motor. رح نعتبره إنه في البداية leading power factor في الكرنت، leading voltage لأنه وين عم نلف إحنا؟ هي الفيزرز إنه ما تبغون تلفوا هيك، واضح هذا الاصطلاح ولا بدرش أحكي عن leading ولا لا؟ إذا بعرف شو بلف الاصطلاح هو الزاوية من أوميجا كاثر كلوكوايز، ولذلك I leading V5. هلا رح نيجي نفترض إنه عندي على الرود لاين طبعا عندي على XS مش هيك؟ و E ستيتا بعتبره بيساوي I XS. خلينا نرسم ال equivalent circuit. رح أحمل RA، رح أحمل الريزستنس لأنه أصلا كثير مش XS. فعندي هاي إيدين وهذول التيرمينالز هما V5. فهذا الفولتج اللي رح أحطه على المحرك، هذا الفولتج اللي جنريتد في الداخل، والفولتج دروب اللي راح يصير هون عندي كمان تمشي بهذا الاتجاه IN، وعندي هون XS أو JXS. فالمعادلة KVL شو راح تقول؟ لأنه هذا محرك والحرك بهذا الاتجاه، راح يكون هذا الفولتج شو بيساوي؟ بيساوي هذا الفولتج زائد هذا الفولتج. إذا V5 بيساوي EA زائد IA JXS، أو إذا بنقول EA على الجهة الثانية بصير عندي EA بيساوي V5 minus IA XS J. إذا حتى أطلع EA إيش لازم أعمل؟ بدي أطرح من V5 بأطرح IA XS، أو أضرب IA XS في minus وبجمع على V5. الشيء بقدر أعمل الطريقتين. هلا IA XS في J وين راح يكون اتجاهها؟ راح يكون عمودية، مظبوط؟ عمودية على IA. إذا اتجاهها هيك بهذا الاتجاه. IA في XS J راح يكون بهذا الاتجاه. إذا لو ضربتها في ماينس وين راح تصير؟ راح تصير بهذا الاتجاه، يعني كأنه IA XS راح تكون بهذا الاتجاه. بدي أحطها كفكتور على طرف هذا من هون. هاي طبعا لازم تكون عمودية على هذا إذا رسمناها بشكل صحيح. وخليني أفترض إنه IA XS هذا الطول تبعها، لاحظين ضربتها في ماينس؟ إذا ضربتها في ماينس بس بصير أجمعها لـ V5، كأني عمالي بقول إنها V5 زائد ناقص J I A X S زائد بعد ما ضربتها في ماينس، فصار عندي E A وينه؟ هاي E، هاي عندي هون. إذن E A اللي هي الفولتج الموجود هون. هلا خلينا نشوف، بدنا نشوف إذا أنا غيرت الباور أو غيرت اللود اللي عماله باخذ من هذا المحرك. نرجع لمعادلة الباور، بالتكريم معادلة الباور شو كانت بتساوي؟ الباور فور 3 فيز تساوي الجذر، جذر الباور 3 فيز تساوي هيك كهربائيا. اذا كان عندي الكرنت والفولتج انا راح اخذ معادله السينكرونس موتور، متذكرين؟ كانت 3 E A V Y ساين دلتا على XS، مضبوط؟ هلا خلينا نطلع، اذا انا ما غيرت الاكسايتيشن، ما غيرتش الفيلد، الروتيتنج فيلد، اي اي ما راح تتغير، مش هيك؟ مش السرعه كونستنت، اي اي شو بتساوي؟ ايش بتعتمد؟ اي اي راح تعتمد على كي فاي الاكسايتيشن واوميجا. هل اوميجا بتتغير في السينكرونس موتور؟ كونستنت اذا الفريكونسي تبعت السبلاي كونستنت، وفاي انا ما راح اغيرها، اذا هي راح تضل كونستنت. في فاي ما راح اغيرها لانه في فاي هي السبلاي، مش هيك؟ الفولتج اللي جاي من السبلاي. اذا في فاي راح تضلها كونستنت، والاي راح تضلها كونستنت، والثلاثه اصلا كونستنت، واكس اس ما راح يتغير المحرك. طب كيف راح تتغير الباور اذا زدت الباور على هذا المحرك؟ شو لازم يتغير؟ دلتا. اذا لازم تتغير ساين دلتا، اذا لازم تتغير دلتا حتى يصير عندي. إذا تحت الشروط إنه الإكسايتيشن كونستنت والسبيد كونستنت زي ما إحنا عارفين وفي فاين كونستنت، إذا بده يزيد اللود لازم تزيد دلتا. وين دلتا عندي هون؟ هي دلتا هي الزاوية ما بين في فاين وفي إير. إذا المحل الهندسي لإي إيه شو راح يكون؟ إذا تتغير بس دلتا كأني بجيب من هون فجار، معيش أنا فجار أو مسطرة، بس لو إحنا جبنا إشي بتكون طول هيك، هاي نقطة إي إير بتتغير بتضلها نفس الطول، مضبوط؟ بس تتغير دلتا. إذا لو جينا رسمنا هون بشكل تقريبي، إذا لما يزيد عندي اللود وين راح تروح إي إيه؟ إي إيه بتتغير على هذا الخط اللي موجود هون. إذا لما يزيد عندي راح أسمي هذه هلا لامدا 1، وراح أسمي هذه ثيتا 1، وراح أسمي هذه أي إي 1 عند لود معين. هلا زاد اللود حتى اقدر اعطي باور اكثر، ايش لازم ازيد؟ الساين. اذا زادت الزاويه بزيد الساين ولا بنقص؟ بزيد. اذا لازم يصير عندي هلا زاويه
زاوية جديدة. إذا زاد اللود عندي EA راح نضلها نفس الطول EA، إذا ما راح أسميها A1 و A2، بس شو اللي تغير عندي؟ صار عندي لامدا 2، ولامدا 2 ساين لامدا 2 أكبر من ساين لامدا 1، فالباور عندي هون زادت، وزادت على فكرة الباور بنسبة هذا الطول لهذا الطول اللي هو. طيب وين IAXS لازم تصير؟ هالطول لازم تصير هذا الخط، مش هيك؟ راح تصير عندي هلا هون، هو احنا لازم نرسم هاي، لازم أنا كان أحط ماينس لأن أنا عكست اتجاهها، ها؟ فهذه عندي ماينس يعني الـ EA هذه كونستنت. ايش هي؟ الـ EA كونستنت، إذا أنت ما غيرت الـ XI، عارف الروتر اللي بيتحرك في داخل السينكرونس موتور؟ هذا الروتر أنا راح أحط عليه ماجنتيك فلكس، مش هيك؟ راح أحط عليه كرنت حتى يولد ماجنتيك، هذا الماجنتيك فلكس دنسيتي لازم يضل ثابت اللي هو بي آر سميناه، راح يضل ثابت ما راح أغير. إذا عندي هذا اللي هون راح يصير بس الدلتا اللي انكريز نعم الدلتا بس اللي بتتغير صحيح أنا متغير عندي فراح تزيد الزاوية ما بين V5 و EA واللي هي نفس الزاوية بين مين ومين بين VNet كانت كنا سميناها و VR إذا هاي عندي هون صار جديد ماينس IA XS شو اللي تغير إذا عندي الآن إذا XS كونستنت شو تغير عندي IA تمام شو تغير IA ماجنتيود ولا الزاوية؟ الاثنين لاحظوا الطول هذا اكبر من الطول هذا مش نفس الزاويه هاي اكبر من الزاويه انا هاي الزاويه تقريبا بدنا نحاول نجيب طريقه بحيث نزيد شيء قائم عليها هلا احنا زدتها كثير يمكن صارت هلا لزعيدي خلينا اخفف شوي من الزياده عشان نمشي فيها خطوه خطوه فراح اخفف بس ارسمها من جديد خلينا اخفف شوي من الزياده اللي انا زدتها فراح ازيد بس لو لهم صارت هذه عندي هون هلا دلتا 2 وهذيك دلتا 1 وهذا راح يضل نفس الطول اي اي بالحالتين صار عندي هذا هون هلا هذا هون ايش بيكون قائم عليه؟ هي هيك تقريبا مضبوط بتكون زاويه قائمه عليه فتقريبا طوله طبعا راح يزيد بنفس الطول نفس نسبه زياده الطول هذا الطول هذا هي زياده الطول اي اي 1 لاي اي 2 شو صار عندي الان؟ دلتا 2 اللود الان الكتريكلي شو صار؟ مور ليدنج ولا لس ليدنج؟ لس ليدنج لانه عم تقترب من وين الزاويه عمالها بين اي اي وفي 5 عم تقترب من الزيرو اذا لما بزيد اللود على السينكرونس موتور اذا كان ليدنج بصير لس ليدنج وايش تتوقعوا يصير اذا بديت زدت اللود كمان؟ رح يوصل مرحله يكون فيها ريزيستيف لما تضرب الاي اي على هاي بعدين رح يصير لاكن اذا خليني اخذ حاله ثالثه الان وازيد اي زي ما زدناها قبل شوي وزيدها لهون مثلا لاحظوا طول هذا الكونستنت بس شو اللي زاد عندي الان؟ صار دلتا 3 دلتا 3 لما زدت اللود زياده شو راح يصير هلا بالاي ايه؟ زاويته راح تتغير والماجنتيود كمان تبعه راح يزيد هذه ماينس اي ايه اكس اس فصار لاحظوا الزاويه هلا هاي اذا بدي احط عليها شيء عمودي وين لازم يجي؟ تحت هيك مضبوط فصارت عندي الان اي ايه راح تصير طولها اكبر وزاويتها الجديده ثيتا 3 شو صارت ثيتا 3 الان؟ لاجنج تمام فاللود صار لاجنج الان واذا صار عندي اللود انتقل من مرحله هيفلي ليدنج سلايتلي ليدنج راح يمر بالريزستيف وراح يصير لاجنج شو اللي تغير بالحالات هذه كلها بس؟ ساين دلتا اللي هي سببها تغير دلتا ودلتا هي الزاويه مش بين بي ار وبي اس هي بين بي نت وبي ار دلتا لان احنا وجدنا انه دلتا زاويه مفيده افيد من جاما اللي هي كانت بين بي ار وبي اس مش واضح اذا زياده اللود طبعا بالشرط ايش الاسامبشنز اللي عملناها حتى يكون هذا صحيح؟ كونستنت اي اي كونستنت ما احنا غيرنا الفيلد اكسايتيشن في 5 وفي 5 واي بوكس استخدمناها اكس اس اصلا ما راح تتغير مش راح تغير المحرك من محرك لمحرك ثاني اكس اس ما راح تتغير من هون وطبعا الثلاثه كونستنت من هون اذا كان هذا صحيح هذا كونستنت وفي 5 كونستنت احنا قدرناهم اذا الزياده في الميكانيكال لود على المحرك مش راح تسبب غير زياده في الزاويه ثابته طول الريت الطول